الأشعث بن قيس الكندي، صحابي وقائد شجاع، ولد في شبوة عام 599 للميلاد. اسمه معدي كرب بن قيس، لقب بالأشعث واشتهر به. شارك الأشعث في الحكم منذ عهد أبيه الملك قيس بن معدي كرب، ثم خلفه وكان آخر الملوك في قومه، وهو والد محمد بن الأشعث وجد عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي. وقبيلة كندة يرجع نسبها إلى كهلان بن سبأ بن يجب بن يعرب بن قحطان. أسلم مبكراً وهو باليمن، فكان من السابقين الأولين للإسلام. في السنة التاسعة للهجرة وفد الأشعث بن قيس في 80 رجلاً من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وأقاموا بها وصحبوا رسول الله. وتوجت تلك الفترة بزواج ملك كندة الأشعث بن قيس أخت أبي بكر الصديق. رجع إلى قومه ثم عاد وافداً إلى المدينة مرة أخرى في السنة العاشرة للهجرة. شارك في الفتوحات وسطر أروع البطولات في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام، حيث قاتل في اليرموك والقادسية وغيرهما من المعارك، كما شارك في تأسيس واختطاط مدينة الكوفة، واختط فيها مسجداً سمي باسمه. فتح الأشعث بن قيس أذربيجان وأصبح أميراً ووالياً عليها من سنة 25 حتى سنة 40 للهجرة في عهد عثمان بن عفان، فكان أول أمير في الإسلام على أذربيجان. عاش الصحابي الأشعث بن قيس سنواته الأخيرة بالكوفة، وتوفي فيها عام 42 للهجرة الموافق للعام 663 للميلاد.